بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في سياق شرحه لسورة الأحزاب والمقارنة بين ما جرى في غزوة الأحزاب وما جرى سنة 699 عند قدوم التتار للشام، قال: وكذلك قوله: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه أي عهده الذي عاهد الله عليه فقتل حتى قتل أو عاش، والنحب النذر والعهد، وأصله من النحيب وهو الصوت، ومنه الانتحاب في البكاء وهو الصوت الذي تكلم به في العهد، تكلم بكلام سمع منه عاهد الله به على الثبات والجهاد في سبيله، فلما وفى بذلك قال الله: فمنهم من قضى نحبه، منهم من قضى عهده. الصوت الذي سمع منه، صوت الكلام الذي تكلم به، هو النحب. قال: ثم لما كان عهدهم هو نذرهم الصدق في اللقاء، ومن صدق في اللقاء فقد يقتل، صار يفهم من قوله قضى نحبه أنه استشهد، لا سيما إذا كان النحب نذر الصدق في جميع المواطن، فإنه لا يقضيه إلا بالموت. عاهد الله أن يكون صادقا في قوله وفعله في جميع حياته، إذن لا يتم هذا إلا بالموت، فإذا مات وقد وفى يقال قضى نحبه. وقضاء النحب هو الوفاء بالعهد، كما قال تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه أي أكمل الوفاء، وذلك لمن كان عهده مطلقا بالموت أو القتل، ومنهم من ينتظر قضاءه، إذا كان قد وفى البعض فهو ينتظر تمام العهد، وأصل القضاء الإتمام والإكمال. هذا سبق شرحه. قال: ليجزي الله الصادقين بصدقهم، ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما. بيّن الله سبحانه أنه أتى بالأحزاب ليجزي الصادقين بصدقهم حيث صدقوا في إيمانهم، كما قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فحصر الإيمان في المؤمنين المجاهدين، وأخبر أنهم هم الصادقون في قولهم آمنا، لا من قال كما قالت الأعراب آمنا، والإيمان لم يدخل في قلوبهم بل انقادوا واستسلموا. لم التعليل: ليجزي الله الصادقين بصدقهم، متعلقة بسياق القصة. قد فعل الله ذلك، قد ابتلاهم الله بذلك، هذا ما وعدنا الله ورسوله، إذن هذا أمر مقدر من عند الله، لأن الله قد وعد بأنكم ستبتلون. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. إذن الله الذي أتى بالأحزاب، وهذا الشهود من أعظم المنازل، وهو شهود الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، كما قال موسى عليه السلام: ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وهو الشهود الذي أمرنا الله به في قوله: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، وفي قوله: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. فهذا الشهود أن الله الذي أتى بالأحزاب، ليس أنهم هم الذين مكروا وخدعوا وكادوا فقط، ليس أنهم الذين هذه مش مزيكا أخوانا، هذه موسيقى قطعا. استغفر الله.
الله سبحانه وتعالى هو الذي جمعهم. هذا الشهود يجعلك تبحث لماذا فعل الله ذلك، لماذا جعل الكفار يتحزبون على دعوات الأنبياء. وفي كل زمن يتكرر هذا الأمر، في كل زمن يتكرر من يتحزب على دعاة الحق، على دعوة الرسل، يجتمعون التحزب التعصب الاجتماع على غاية واحدة، يقول ليجزي الله الصادقين بصدقهم حيث صدقوا في إيمانهم. الله قدر ذلك ليستخرج الصدق، ليصدق المؤمنون وترتفع منازلهم عند الله سبحان الله، لأن الله يحب الصدق ويحب أن يجزي الصادقين بصدقهم، فقدر ذلك ليجزي الصادقين بصدقهم، ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء بعدله سبحانه وتعالى. فذلك أنه إذا قدر عذابهم لم يقدره بلا سبب، إنما يقدره بعقوبة على عمل، فكان تحزبهم واجتماعهم ليكون العدل منه عز وجل في عقوبتهم. ثم بين معنى الصادقين، من هم الصادقون؟ الذين صدقوا، صدقوا في قولهم آمنا وصدقوا ذلك بالعمل وهو الجهاد. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، آمنوا بيقين ليس عندهم ريب، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فحصر الإيمان في المجاهدين وأخبر أنهم هم الصادقون في قولهم آمنا، لا من قال كما قالت الأعراب آمنا، وقد قال عز وجل لهم قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وأسلمنا هنا تحتمل معنيين، أي استسلمنا خوف السيف، والمعنى الثاني أنهم أسلموا إسلاما ظاهرا معه شيء من الإيمان الباطن دون القدر الواجب، دون القدر الواجب الذي يجعلهم يؤدون ما أوجب الله عز وجل عليهم. يعني كما نقول هناك إيمان كامل يوجد في القلب فيظهر أثره في العمل، هناك إيمان ناقص يوجد في القلب يظهر في بعض العمل ولا يظهر في البعض الآخر، يؤدي بعض الواجبات ويترك البعض، يذر بعض المحرمات ويفعل البعض، وربما ضعف إيمانه جدا حتى لم يظهر ذلك إلا على لسانه بقول لا إله إلا الله، وهو ليس منافقا النفاق الأكبر، لكن له خصال من خصال النفاق. إذا يقول شيخ الإسلام في هؤلاء الذين قالوا أسلمنا، الذين قالوا آمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبهم أمرهم الله أن يقولوا أسلمنا، قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يقول أنهم ليسوا منافقين النفاق الأكبر، لأن الله قال وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. ومثل هذا لا يقال في المنافقين، عملهم ليس فيه شيء نافع، ليس يأخذون ثوابا عليه، حتى يقال لا ينقصكم الله، لا يلتكم يعني لا ينقصكم من أعمالكم شيئا، عملهم حبطة أصلا، لكن فيهم من خصال النفاق ما قد جعل الأمر يطلق على الجميع. يقول في قوله ويعذب المنافقين إن شاء ويتوب عليهم، يقول أما المنافقون فهم بين أمرين، إما أن يعذبهم وإما أن يتوب عليهم، فهذا حال الناس في الخندق وفي هذه الغزاة، غزوة التتار يعني. وأيضا فإن الله تعالى ابتلى الناس بهذه الفتنة ليجزي الصادقين بصدقهم وهم الثابتون الصابرون لينصروا الله ورسوله
ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. ونحن نرجو من الله أن يتوب على خلق كثير من هؤلاء المذمومين، فإن منهم من ندم، والله سبحانه يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. وقد فتح الله للتوبة بابا من قبل المشرق من قبل المغرب وقد فتح الله للتوبة بابا من قبل المغرب عرضه 40 سنة لا يغلقه حتى تطلع الشمس من مغربها. وقد ذكر أهل المغازي منه إسحاق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الخندق: الآن نغزوهم ولا يغزونا. هذه كانت نقطة تحول، حديث صحيح. الآن نغزوهم ولا يغزونا. يقول: فما غزت قريش ولا غطفان ولا اليهود المسلمين بعدها، بل غزاهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل غزاهم المسلمون. قال: بل غزاهم المسلمون، ففتحوا خيبر ثم فتحوا مكة كذلك إن شاء الله. هؤلاء الأحزاب من المغول وأصناف الترك ومن الفرس والمستعربة والنصارى ونحوهم من أصناف الخارجين عن شريعة الإسلام، الآن نغزوهم ولا يغزونا، ويتوب الله على من يشاء من المسلمين الذين خلط قلوبهم مرض أو نفاق بأن ينيبوا إلى الله، بأن ينيبوا إلى ربهم ويحسن ظنهم بالإسلام وتقوى عزيمتهم على جهاد عدوهم. لماذا قال يحسن ظنهم بالإسلام؟ لأن من علامات النفاق سوء الظن بهذا الدين. ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، حيبادوا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. سبحان الله، عندما يتأمل الإنسان أن المنافقين قالوا لمحمد صلى الله عليه وسلم: شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، فبين الله عز وجل أن هذا ليس حالهم، مع أنه حال منكر أن الإنسان يكون مشغول بإيه؟ بماله وأهله عن الجهاد في سبيل الله الذي أوجبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك حالهم أسوأ. يقول عز وجل: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. يعني ظن هزيمة الإسلام والمسلمين واضمحلال يعني دعوة الحق فيهم أسوأ من شغلتنا أموالنا وأهلنا. يعني هما بيقولوا عايزين يوصلوا لدرجة عذر معينة مع أنها مذمومة محرمة: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. وإذا ترك الجهاد الواجب لأجل الأهل والأموال فذلك ترك لما أوجب الله عليه، ومع ذلك حالهم أسوأ. بل ظننتم شغلتنا أموالنا هنا فاستغفر لنا، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، قل فما يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل ظننتم، حالهم كان إيه؟ كان أسوأ ممن شغلته أمواله ونفسه. تدليل على أن النفاق درجات، أن النفاق منهم من يظن أن الإسلام يضمحل، وهذا سبحان الله. والله هذا الذي يذكره هنا شبيه جدا بما يعني يقع في العالم الإسلامي وفي بلادنا خاصة خلال السنوات الماضية، عندما اشتدت الأمور قبل ذلك وظن الكثيرون أن دعوة الحق سوف يعني تهزم وسوف يزول من يدعو بها، وراهن الكثيرون على ذلك، ولذلك والوا المنافقين ممن يصدون عن سبيل الله ويريدون يتحكموا إلى الطاغوت، جنود الطواغيت. وهذا رأيته في مصر وفي ليبيا وفي تونس وفي سوريا، وما زال يقع هناك من يزال يقاتل من أجل أن يبقى الأسد، وهو رهان خاسر والعياذ بالله.
ما فعل ذلك إلا لأنه يأمل أن يزول أهل الإسلام. أنا أتذكر عندما كان هناك طوائف كل حين كل وقت يدخلون في الاعتراف للطواغيت الذين أذهب الله عدهم بأنهم قادة الأمة وولاة الأمور وأمراء المؤمنين ويعني خلفاء عمر رضي الله تعالى عنه، وكان كل حين بسبب الضغوط الشديدة هناك من يتحول إلى ذلك ويسكت عن أحسن الأحوال، كان أن يسكت الإنسان عن القضايا التي تتعلق بالحكم ما أنزل الله والولاء والبراء، ويقال الكفر علنا ويسكت الناس. وكم من الناس نشأوا بسبب ما يقال من مساواة الملل، يعتقدون أن اليهود والنصارى كالمسلمين مؤمنين، كل هؤلاء مؤمنون إلى يومنا هذا لا يزال يوجد. لماذا؟ لأنهم سمعوا أقول إيه عشرات المرات مئات المرات شيوخ الضلالة، أو من يسكت عن هذا الأمر فلا يبينه للناس يقول بمساواة الملل ويقول هؤلاء مؤمنون، حتى يقع في ذلك أكابر ممن لا نظن بهم النفاق يتكلم بمساواة الملل وأن النصارى خصوصا ليسوا بكفار، فيحصل من ذلك خطر عظيم. هذا مثال، لأن الذي حدث عدم حسن ظن بالإسلام، لأن دعوة الإسلام الحق كما الذي ارتضاه الله لنا سوف تضمحل. فمن ظن بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم، هذا الذي دفعهم إلى أن يوافقوا أهل الباطل. ونعمل إيه؟ ده الدعوة دي هتضمحل، ولكن يقدر الله أن تبقى هذه الدعوة وتقوى وتظهر بفضل الله عز وجل، لأن الدين الذي ارتضاه الله لنا هو الدين الكامل وليس أجزاء من الدين. ولا يمكن لنا لهم دينهم الذي ارتضى لهم، دي بشارة عظيمة لأهل الإسلام، أن من آمن وعمل صالحا وعبد الله لا يشرك به شيئا سيمكن الله الدين الذي ارتضاه لنا وليس أجزاء منه فقط. أن البعض بياخد من الدين حتة ويداهن ويجامل في الأجزاء التي تغضب الآخرين، كل واحد عنده حتة يعني بيزعل منها ما يزعلوش فيها، يعني ده بيزعل من ان هو يجيب سيرة النصارى يقول طب ما لا النصارى مفيش مشكلة، واحد بيزعل من الأولية والقبور والأضرحة ان محدش يتكلم على عدم جواز اتخاذها مساجد وان يطاف بها ويذبح عندها وينظر لها ويطاف بأضرحة الأموات، وطبعا هذا كل ماشي الحاجات دي يعني اختلافات مما يسوغ، واللي عايز يروح يعني يتبرك بهؤلاء الأولياء لا بأس ونحو ذلك. كل واحد عنده يعني مسألة غير الأسماء والصفات عند البعض، يقول له لا يا سيدي السلف والخلف كلهم زي بعض، ما فيش الأسماء والصفات مش من الأمر ده، كل واحد عنده. الشيعة لا ما تزعلوش الشيعة قريبين مننا وما فيش مشكلة وديننا واحد بقى لا إله إلا محمد رسول الله، بس نوعية يعني عجيبة من الناس. بس مش لو تم التمكين لهذا، ليس هذا هو التمكين للدين الذي ارتضاه الله عز وجل؟ فهذا الأمر يعني سببه عدم حسن الظن بالإسلام بالله عز وجل. يعني إيه يحصل ظنهم بالإسلام؟ يعني أن الإسلام سيظهر وأنه دين الحق الذي لا دين عند الله سواه، وبالتالي فهو سبحانه وتعالى يحفظه وينصر أهله ويؤيدهم. إذا ظنوا أن هذا الدين سيضمحل وافقوا أهل الباطل وداهنوا أهل الباطل من الكفار والمنافقين والمبتدعين والعصاة على درجات، هي الأمور بتتفاوت. يعني سوء الظن بالله عز وجل بيحصل من البشر في أوقات مختلفة على درجات مختلفة، فالذي ظن مثلا بأصل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيضمحل نافق النفاق الأكبر،
ومن ظن ذلك في مسألة تمسك بها أهل السنة في زمن ما ظن أنها ستضمحل وافق أهل الباطل، يعني الإمام أحمد بن حنبل. كم من علماء أهل زمنه وافقوا المأمون على أن القرآن مخلوق؟ كثير جدا. لماذا؟ لأنهم ظنوا أن هنعمل إيه؟ اللي هيقول غير كده هيتقتل، والحق ده يعني ما حدش هيقدر يثبت عليه، يبقى خلاص نوافق بقى وخلاص. لكن لو علموا مآلات الأمور وأن الذي ثبت هو الذي حاز السبق. النهاردة الأمة كلها بتثني على الإمام أحمد، ولا بتثني على المأمون، كنا بتثني على الإمام أحمد. لو المشايخ اللي في زمن أحمد اللي احنا مش حافظين أساميهم دلوقتي علموا هذا الأمر وأن الله سيظهر هذه المسألة كانوا سيوافقون المأمون. نحن نصبر شوية وأمره هيخلص، بس هي الأمور ما بتتعرفش وهي مقبلة، احنا بنعرفها بعد أن تدبر. لكن هم ساعتها كانت القرآن مخلوق دي فتنة، اللي يقول خلاف كده يتسجن ويتضرب ويتعذب ويتقتل. فيعملوا ايه لو هم شايفين انها سنتين ثلاثة وتعدي؟ كانوا صبروا سنتين ثلاثة. انتوا يعني لو كان الناس فاكر ان مبارك هيجي سنة 2011 ويسقط، كان حد دور ان هو يواليه هذه الموالاة؟ اقول لكم كده لو وقع في ذهن المقاتلين عن الاسد المدافعين عنه انه قدامه شهر ويموت، هيحصل لهم دلوقتي؟ كله هيطلع يجري ويدور على نفسه. والناس كتير قوي بتحسبها، يقولك يبقى يقعد سنتين يقاتل المسلمين، يقولك بعدين انضم للثوار. كنت بتعمل ايه سنتين؟ انت عمال تقاتل سنتين في سبيل الباطل والعياذ بالله. لكن الذي يفعله عشان ايه؟ سوء الظن بالاسلام، لان هو كان يظن ان الاسلام ده سيضمحل، وان الثوره دي بتاعت مثلا المسلمين في سوريا سوف تذهب. سوء الظن بالاسلام. وظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا، وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. فدعاهم الله عز وجل الى التوبه، دعا كل هؤلاء الى التوبه. ويتوب الله على من يشاء من المسلمين الذين خالط قلوبهم مرض او نفاق بان ينيبوا الى ربهم ويحسن ظنهم بالاسلام وتقوى عزيمتهم على جهاد عدوهم، على الجهاد بالقول والجهاد باليد والجهاد بالمال. يقول: فقد أراه الله من الآيات ما فيه عبرة لأولي الأبصار، كما قال: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. فإن الله صرف الأحزاب عام الخندق بما أرسل عليهم من ريح الصبا ريح شديدة باردة، وبما فرق به بين قلوبهم حتى شتت شملهم ولم ينالوا خيرا، إذ كان همهم فتح المدينة والاستيلاء عليها. إذ كان همهم فتح المدينة والاستيلاء عليها وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، كما كان هم هذا العدو فتح الشام والاستيلاء على من بها من المسلمين، فردهم الله بغيظهم حيث أصابهم من الثلج العظيم والبرد الشديد والريح العاصف والجوع المزعج ما الله به عليم. يقول: وقد كان بعض الناس يكره تلك الثلوج والأمطار العظيمة التي وقعت في هذا العام، سنتها سنة 699 الدنيا شتت التلج كتير، فالناس اتضايقت حتى طلبوا الاستصحاء غير مرة. يعني الناس بتطلب الاستسقاء وبعد المطر يزيد يعملوا ايه؟ يطلبوا الاستصحاء، ان تكون السماء صحوا، زي ما الاعرابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلكت معنا الكم الزروع وجاعت العيال فادعوا الله ان يسقينا. فالرسول دعا فلم يروا الشمس سبتا، فدخل الرجل
المرة القادمة وقال هلكت الجهال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يمسكها. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم حوالينا لا علينا. يقول ان السنة 1993 دي شهد ثلوج كثيرة حتى طلب الناس الاستصحاء غير مرة، وكنا نقول لهم هذا فيه خيارة عظيمة، اختار الله لنا ذلك، ده فيه خير، يعني فيه اختيار الله لنا، وفيه لله حكمة وسر فلا تكرهوه. فكان من حكمته أنه فيما قيل أصاب قازان وجنوده حتى أهلكهم، وهو كان فيما قيل سبب رحيلهم. قازان ده ملك التتار في هذه السنة، فبيقول هو سبب الرحيل، قال لهم التلج ده ضرهم ضرر بالغ لغايه ما قالوا ايه ننصرف من هذا المكان. وابتلي به المسلمون ليتبين من يصبر على امر الله وحكمه ممن يفر عن طاعته وجهاد عدوه. وكان مبدا رحيل قازان فيمن معه من ارض الشام واراضي حلب يوم الاثنين 11 جماد الاولى يوم دخلت مصر عقيب العسكر. يوم دخلت مصر عقيب العسكر، عقيب دخول عسكر مصر الى مصر، هو الجيوش انسحبت، ابن تيمية راح وراهم. قال واجتمعت بالسلطان وامراء المسلمين والقى الله في قلوبهم من الاهتمام بالجهاد ما القاه. راح للسلطان وقال له ازاي العسكر المصريين ينسحبوا، وان هو اصلا من الشام، وان هذا الامر يؤدي الى ان التتار ايه يتغلبوا على الشام وياخذوا الشام، وده كان بدايه خطوه خطيره يمكن ان ياخذوا مصر بعدها. فاهتموا بذلك والقى الله في قلوبهم من الاهتمام بالجهاد ما القاه، فلما ثبت الله قلوب المسلمين صرف العدو جزاء منه، وبيانا ان النيه الخالصه والهمه الصادقه ينصر الله بها وان لم يقع الفعل وان تباعدت الديار. عزموا والسلطان عزم انه يرجع العساكر المصريه اليه الى الشام، وما حصلش، ده هو ربنا انزل الايه الثلوج قازان انصرف. وذكر ان الله فرق وذكر ان الله فرق بين قلوب هؤلاء المغول والكرج والقى بينهم تباغضا وتعاديا. عسكر التتار كان في مغول وكرج، دول اجناس مختلفه من اوسط اسيا، قبائل متنازعه، كما ألقى سبحانه عام الأحزاب بين قريش وغطفان وبين اليهود كما ذكر ذلك أهل المغازي. فإنه لم يتسع هذا المكان لأن نصف فيه قصة الخندق، بل من طالعها علم صحة ذلك، كما ذكر أهل المغازي مثل عروة ابن الزبير والزهري وموسى بن عقبة وسعيد بن يحيى الأموي ومحمد بن عائذ ومحمد بن إسحاق والواقدي وغيرهم. ثم تبقى بالشام منهم بقايا سار إليهم من عسكر دمشق أكثرهم، مضافا إلى عسكر حماة وحلب وما هنالك. وثبت المسلمون بإزائهم، وكانوا أكثر من المسلمين بكثير لكن في ضعف شديد، وتقربوا إلى حماه وأذلهم الله تعالى، فلم يقدموا على المسلمين قط، لم يدخلوا، وصار من المسلمين من يريد الإقدام عليهم فلم يوافقه غيره. يعني كانوا بيقولون في ناس عزائمها زادت، لقالوا طب تعالوا نغزو التتار بقى، قالوا يا عم كفاية كده خلينا كويسين، خليهم مشوا، لم يوافقه غيره. فجرت مناوشات صغار كما جرى في غزوة الخندق حيث قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيها عمرو بن عبد ود العامري لما اقتحم الخندق هو ونفر قليل من المشركين. كذلك صار يتقرب بعض العدو فيكسرهم المسلمون، يقربوا يعني المسلمين يهزموهم، مع كون العدو المتقرب أضعاف من قد سرى إليه من المسلمين.
المسلمين كانوا بيدافعوا مع عدد قليل والعدو كتير وذلك ينتصر. وما من مرة إلا وقد كان المسلمون مستظهرين عليهم وساق المسلمون خلفهم في آخر النوبات فلم يدركوهم إلا عند عبور الفرات. يشوفون الشام لغت ما بدأوا يدخلوا في أرض العراق. وبعضهم في جزيرة فيها فرأوا أوائل المسلمين فهربوا منها وخالطوهم وأصاب المسلمون بعضهم وقيل إنه غرق بعضهم. قل لهذا واستغفر.